السلام عليكم. How are you students? I hope you are fine and doing well. أتمنى تكونون بخير. So, our lesson today is for fifth preparatory schools. Fifth preparatory. الخامس الإعدادي. Fifth preparatory. خامس الإعدادي. Unit 5. Grammar. الوحدة الخامسة. قواعد الوحدة الخامسة من ضمن المواضيع القواعدية هي giving advice إعطاء النصيحة. اليوم راح نتعلم إن شاء الله how to give advice، شلون نعطي نصيحة أو ننصح الآخرين حول قضية معينة. So to give advice لإعطاء نصيحة we have many ways، لدينا عدة طرق. Many ways العديد من الطرق. من هاي الطرق استخدام had better or should. إذن you'd better اختصارها you had better، نختصرها نقدر نقول you'd better أو you should. طبعا ال had better أو should is followed by، يعني يجي وراها فعل مضارع مجرد base، يسموه بالإنجليزي base or infinitive without to، يعني فعل مضارع مجرد خالي من أي إضافة. يعني مثلا you'd better sleep early، you should sleep early، you'd better study hard، you should study hard، وهكذا. إذن نستخدم you had better أو you should، والطريقتين يجي وراهن فعل مضارع مجرد. طبعا من الممكن أن نختصر had better أو you had better إلى you'd better، يعني هاي الدي فوقها كوما اختصار مال شنو؟ مال had. إذن you had better. سنجي شنو معنات you had better؟ you had better يعني من الأفضل إلك. شوف ده أعطي نصيحة مو أجبر، لا نصيحة. أو you should يعني أنت ينبغي أن، مو يجب، ينبغي، يعني أقرب للنصيحة. وهذه الصيغتان من الممكن أن تأتي منفية. طبعا منفية مثلا واحد يسهر بالليل أرد نصحة، شو أقول له؟ أقول له you'd better not مثلا stay up. stay up يعني يسهر. أو you shouldn't stay up late. you shouldn't stay up late، لا ينبغي أن تسهر لوقت متأخر. أو or you had better not go to work today، من الأفضل أن لا تذهب للعمل اليوم. إذن للنفي نخلي not بعد ال had better أو should. نجي سنأخذ أسئلة عامة نشوف شلون تجي بالامتحانات هذا الموضوع. موضوع I think it's easy for you، موضوع إن شاء الله سهل يكون لكم. مثلا شلون يجي بالامتحانات؟ نعطيك situation، موقف. مثلا your friend has a headache. head head يعني رأس، ache يعني ألم. إذن your friend has a headache، صديقك لديه headache، ألم رأس. give him an advice. give him an advice. give him يعني أعطيه advice، نصيحة. so إذا واحد مثلا صديقك رأسه يوجعك مثلا، شو تقول له؟ بالنصيحة قلنا نستخدم أما you should أو you had better. إذن الحل أما نقول له مثلا you should go to the doctor أو you should see a doctor، you should go to the hospital، you should take a rest يعني راحة، تأخذ راحة. أو you'd better take some pills، تأخذ بعض الحبوب. pills يعني حبوب. أو you should take some painkillers. painkillers هم حبوب مهدئة أو مسكنة للألم. إذن الراجع الحل أما أقول you should go to the doctor أو you should take، المهم أنه تستعمل you should زائد فعل مجرد، والفعل بكيفك حسب اللي ترتاح، أنه تكون الجملة النصيحة صحيحة. أو you'd better take samples. good two، هاي جهة الطريقة. أو طريقة أخرى عشان قلت مثلا مباشرة أقول لك advise. advise شوفوا هنا بحرف الأس، هنا بحرف الأس إجا فعل
يعني انصح. واذا بحرف السي راح يكون اسم يعني نصيحه، ناون يسموه بالانجليزي ناون يعني اسم. فاذا بالسي ادفايس نصيحه، وبالاس ادفايز يعني انصح. سو ادفايز يور براذر يعني انصح اخاك هو هاز ان اكزام، الذي لديه امتحان. واحد عنده امتحان يعني شو تقول؟ فكيفك شو تقول له يعني؟ انت نصحه باي نصيحه؟ بس يعني الافضل شو تقول له؟ يو شود ستدي هارد، يو شود ستدي، شوف شود زائد فعل مجرد، يو شود ستدي هارد، او يود بيتر ريد ويل، او يود بيتر ستدي هارد، يو ار فري، انت حر. زين اكو بعد شنو طريقه ممكن تجي؟ ممكن تجي مالتيبل تشويسز يعني خيارات، خيارات 3 يود بيتر، ونفتح لك قوس مثلا نقول لك نعطيك الفعل ثلاث حالات او اربع حالات، سي اللي هو فعل مجرد، سو اللي هو باست فعل ماضي، والسيينج هو اللي هو جيرند، جيرند يعني شنو بي اي ان جي. اذا يود بيتر سي اور سو اور سيينج ا دكتور. طبعا انتبه قبل قبل القوس شنو اكو؟ اكو يود بيتر، هاي يود بيتر از فولود باي أبيس يعني متبوعة بي أو تجي وراها فعل مضارع مجرد. إذن you'd better see a doctor. Four, you should sleep, low sleeps, low slept, low sleeping. Definitely sleep يعني بالتأكيد sleep، لأن should جي وراها فعل مضارع مجرد. Good luck.